السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. في هذه الحلقة سأريكم طريقة إزالة رمز القيود وحل مشكلة رمز القيود في هواتف الآيفون والآيباد والآيبود الشغالة بنظام iOS 9 أو أي نظام آخر، iOS 7 8 9 لا توجد أي مشاكل، حتى 9.2 الأخير إلى حد الآن يمكنك إزالة هذه المشكلة بدون جيل بريك وبطريقة سهلة جدا، سأريكم إياها في هذه الحلقة. فلهذا لا تبتعدوا كثيرا وابقوا معي، نمر إلى الشرح مباشرة. إذن مشاهدي الكريم، فكرة عمل هذه الطريقة هي كالتالي: أولا ستقوم بأخذ نسخة احتياطية من خلال الآيتونز، طبعا هذه النسخة الاحتياطية تحتوي على كل بيانات هاتفك من صور من تطبيقات من ملفات النظام كذلك الإعدادات، يعني كل شيء هاتفك به الكامل. من ضمن هذه الإعدادات في النسخة الاحتياطية وهذه البيانات يوجد رمز القيود. هذا الرمز الذي قمت بأخذ النسخة الاحتياطية من خلاله ستقوم بالتعديل عليه، يعني تعديل على ملف النسخة الاحتياطية وبالأخص رمز القيود، تقوم بإدخال رقم جديد، بعد ذلك تستعيد هذه النسخة الاحتياطية بالرقم الجديد وتدخل هذا الرقم الجديد وسينتهي أو تستطيع حل مشكلة رمز القيود. طبعا هذه الفكرة كمبدئية. إذن في البداية ستقوم بتنزيل الآيتونز من موقع أبل على حاسوبك، سوف تجد رابط تنزيله أسفل الفيديو، بعد ذلك تقوم بفتحه وأخذ نسخة احتياطية بطريقة سهلة جدا من الواجهة، يعني تختار هذا الكمبيوتر نسخ احتياطي. الآن هذه الخطوة الأولى طبعا سهلة للغاية، بعد ذلك ستقوم بتنزيل برنامج iBackup Boot for iTunes، أيضا سوف تجد رابط تحميله أسفل الفيديو، تقوم بتنزيله وتثبيته بطريقة سهلة جدا. بعد القيام بهذين الخطوتين، أخذ نسخة احتياطية من خلال الآيتونز وكذلك تنزيل هذا البرنامج وتثبيته، ستقوم بفتح هذا البرنامج. طبعا هنا سيظهر لك هاتفك الآيفون الموصل بالحاسوب، بعد ذلك سيظهر لك من هذه الخانة النسخ الاحتياطية التي قمت بها، اختار آخر نسخة احتياطية التي قمت بها قبل تثبيت هذا البرنامج أو قبل فتح هذا البرنامج. بعد اختيار النسخة الاحتياطية هكذا تقوم بالضغط على علامة البلس، بعد ذلك ستذهب إلى السيستم فايلز، خيار السيستم فايل أي ملفات النظام، تقوم بالضغط هكذا، بعد ذلك ستختار الهوم دومين، هنا ستختار اللايبرري، طبعا تنزل إلى الأسفل، تنزل إلى الأسفل حتى تجد هذا الخيار كما ترى أمامك، تقوم بالضغط عليه هكذا. هنا سيظهر لك العديد والعديد من ملفات النظام، ما يلزمنا هو ملف com.apple.springboard.blist. إذا نقوم بالبحث عن هذا الملف، هنا هذا الملف مشاهدي الكريم com.apple.springboard.blist، طبعا ستجده في البداية، ليس صعب عملية البحث عنه. إذا لم واجهتك بعض المشاكل يمكن كتابة اسمه هنا في خانة البحث، سوف تجد اسم هذا الملف أسفل الفيديو، تقوم بالبحث عنه سيظهر لك. بعد تحديد هذا الملف تقوم بفتحه هكذا، الضغط عليه مرتين سيظهر لك هذه الواجهة، اضغط فقط على cancel، هنا سيتم فتح ملفات أو يعني بيانات هذا الملف، ستنزل إلى الأسفل، تنزل 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 حتى تواجهك، يعني تنزل إلى الأسفل هكذا، تجد هنا علامة الكي، يعني اقتربت من الملف أو الخانة المراد التعديل عليها، تنزل إلى الأسفل، تنزل تنزل هكذا مشاهدي الكريم حتى تجد هنا الكنتري كود الواي، يعني تجد هذه البيانات DICT كنتري كود الواي، هنا ربما لا تجد الواي، يعني ربما كانت على حسب يعني بلدك، هنا 606 يعني هنا شبكة المدار الخاصة في بلادي وغير ذلك من المعلومات. في نهاية هذا الكود تجد هنا زوز سفير، ربما 10,000، ربما أي شيء، ولكن يجب أن تكون في هذه الخانة. في النهاية ستجد يعني نهاية هذا الكود، يعني هنا في البرمجة يجب هذه نهاية الكود، هنا كما ترى هذه العلامة تعني أن هذا الكود يعني انتهى. بعد نهاية هذا الكود أنت ستقوم بفتح يعني كود جديد أو لنقول يعني نص أو سطر برمجي جديد، تقوم بالضغط على شيفت من لوحة المفتاح وإنتر هكذا حتى تذهب إلى سطر جديد، وتقوم بلصق هذه الأسطر الصغيرة الذي أيضا سوف تجده أسفل الفيديو هكذا كما ترى أمامك مشاهدي الكريم. هنا 1 2 3 4، هذا الكود الذي وجدته، يعني الرمز سيكون 1 2 3 4، إذا أردت استبداله على سبيل المثال بأربعة أسفار لا توجد أي مشكلة هكذا، 1 1 2 هكذا كما ترى أمامك أربعة أسفار، بعد ذلك تقوم بالضغط على إغلاق و
يس، هنا تم حفظ الملف، استنتقل مرة أخرى إلى الآيتونز، تختار استعادة النسخة الاحتياطية، آخر نسخة احتياطية اختار التي قمت بها قبل فتح هذا البرنامج، يعني اليوم سوف تجدها اليوم. وبعد ذلك بعد استعادة النسخة الاحتياطية تقوم بإدخال الرمز 1234 أو إذا عدلت عليه مثلا 4 أصفار أو أي من ذلك، وسيرجع رمز القيود مثل ما كان. وهذه الطريقة مجربة واشتغلت معي، وعانيت يعني عن تجربة شخصية من هذه المشكلة، مشكلة رمز القيود، وتم حلها بهذه الطريقة. إذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أتمنى تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابكم، وهذا الشرح قد كان تفصيلي وتمكنت من حل مشكلة رمز القيود. إذا استطعت حل مشكلة رمز القيود لا تبخل علي بالنقر على زر لايك، وكذلك مشاركتنا تجربتك مع هذه المشكلة كذلك مع هذا الشرح. لا تنسى كذلك الضغط على زر سبسكرايب أو اشتراك في حال كانت هذه أول حلقة لك لحلقات محمد الصغير، وكذلك إذا لم تكن أول حلقة ولم تشترك لحد الآن فأدعوك إلى الاشتراك فقط بالنقر على زر سبسكرايب أسفل الفيديو للتوصل بجديد حلقات الشبه يومية في كافة المجالات الخاصة ب الآيوس. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك من حين دمتم في أمان.